السلام عليكم. تعرفنا في السابق على بعض أخطار الكهرباء التي من أبرزها الارتفاع الشديد للشدة الكهربائية، والذي يرافقه أيضا ارتفاع درجة حرارة الأسلاك والتوصيلات الكهربائية، مما يؤدي إلى ذوبان وانصهار الأسلاك الكهربائية وتلف وضياع الأجهزة الكهربائية. سنتعرف في هذه الحلقة على أول وسيلة لحماية التوصيلات والأجهزة من تلك الأخطار، والتي ستعتمد في الأساس على خاصية الحرارة والانصهار، وهي الصهيرة أو المنصهر أو الفيوز. نعلم جيدا أن النحاس والألمنيوم والقصدير وحتى الذهب بكمية أقل من أبرز المعادن التي تتكون منها مختلف التوصيلات والأجهزة الكهربائية. تختلف درجة حرارة انصهار كل هذه المعادن بتفاوت كبير جدا. فمثلا، لو قمنا بتجربة بسيطة ووضعنا بعض المعادن المواصلة في فرن حراري مثل الرصاص والألمنيوم والنحاس والذهب، سنلاحظ أن معدن الرصاص سينصهر في درجة حرارة 327 درجة. سنواصل الرفع من درجة حرارة الفرن. عند درجة حرارة 606 ينصهر الألمنيوم، وعند درجة حرارة 1064 ينصهر الذهب. أما النحاس فينصهر عند درجة حرارة 1085. إذن يعتبر معدن الرصاص، وهو معدن موصل للكهرباء، من أكثر المعادن الموصلية قابلية للانصهار في درجة حرارة أقل من باقي المعادن التي تستعمل في التوصيلات والأجهزة الكهربائية. معدن الرصاص أيضا يعتبر من أقل المعادن تكلفة من حيث المال مقارنة مع باقي المعادن. الآن سنقوم بتجربة أخرى لنعرف قابلية انصهار معدن الرصاص في تركيب كهربائي بسيط. هذا التركيب الكهربائي يتكون من تغذية أحادية الطور تتكون من الفاز والنوتري. الجهد الكهربائي الذي سنعمل به هنا هو 220 فولت. لدينا هنا سلك من معدن الرصاص بعرض 1.5 ملم، ومفتاح تشغيل وقطع للتحكم، أسلاك نحاسية للتوصيل بعرض 1.5 ملم أيضا، ومصباح كهربائي شدته 2 أمبير على سبيل المثال. سنقوم بوضع مقياس لقياس درجة حرارة السلك النحاسي، وسنعمل على قياس شدة التيار الكهربائي الكلية للتركيب. عند تشغيل المصباح نلاحظ أن درجة حرارة السلك النحاسي هي 25 درجة. إذن درجة الحرارة الآن هي ملائمة لكل التوصيلات. نعمل على إضافة مصباح ثاني على التوازي يعمل بشدة 6 أمبير. نلاحظ أن درجة حرارة الأسلاك الآن تصل إلى 175 درجة. كل الأمور هنا جيدة من حيث الحرارة. سنضيف مصباح ثالث يعمل بشدة 8 أمبير. سترتفع درجة حرارة الأسلاك إلى 375 درجة، وهي تفوق درجة حرارة انصهار معدن الرصاص الذي سينصهر في درجة حرارة 327 درجة. سيحدث انصهار وذوبان للسلك الذي يتكون من الرصاص، وسيتم فصل الدائرة أو سيتم قطع الكهرباء. إذن معدن الرصاص سينصهر عند درجة حرارة 327 وشدة تيار كهربائي تصل قيمتها إلى 16 أمبير. إذن يمكننا أن نقوم بكتابة شدة 16 أمبير على صهيرة تتكون من معدن الرصاص. كمثال آخر، لو قمنا باستبدال سلك الرصاص بسلك من الألمنيوم الذي سينصهر في درجة حرارة 606 درجة، وهي درجة حرارة ترافق شدة تيار كهربائي يساوي 34 أمبير، أي أن صهيرة الألمنيوم يمكننا أن نعتبرها حماية كهربائية في حدود 34 أمبير. كل التجارب التي قمنا بها في هذه الحلقة هي فقط أمثلة للتوضيح بأن استعمال بعض المعادن التي لها قابلية للانصهار أكبر من المعادن التي نستعملها في الكهرباء ستعمل على حمايتنا من ارتفاع الشدة الكهربائية أو الجهد الكهربائي.
إذن الصهيرة أو الفيوز هي في الغالب تتكون من معدن ينصهر عند شدة تيار كهربائي معينة، أو عند حدوث تماس أو دارة كهربائية قصيرة. نرمز للصهيرة في التوصيلات الكهربائية بهذا الرمز. لابد أن نضع الصهيرة أو الفيوز في مدخل التوصيلات الكهربائية. دائما ما يرافق الفيوز أو الصهيرة حامل أو مشبك لتثبيت الصهيرة في الأسلاك والتوصيلات الكهربائية ولتسهيل استبدالها في حالة التماس الكهربائي أو ارتفاع الجهد أو الشدة الكهربائية. من عيوب الصهيرة أنها تصبح غير صالحة للاستعمال مرة أخرى بعد فتح الدارة الكهربائية، ولابد من استبدالها بصهيرة أخرى لها نفس القيمة لشدة التيار الكهربائي التي تناسبها من حيث الحجم وتناسب باقي الأجهزة الكهربائية التي نوصلها في التركيب الكهربائي. تصنع الصهيرة أو الفيوز بأحجام مختلفة، وفي الغالب يزداد حجمها ليناسب شدة التيار الكهربائي الذي تتحمله. طريقة عمل الحماية الكهربائية التي تعتمد في الأساس على الإنصهار أو الذوبان تسمى بالحماية الحرارية لأنها تعتمد على حرارة الموصلة والأسلاك. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء.